معالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اللي كنت سألتك معالي الوزيرة عن حالة المصريين المصابين، كم عددهم، حالتهم عاملة إيه، التقارير اللي جات لحضرتك. الحقيقة كانت السفارة أبلغتنا والحكومة النيوزيلندية طبعا بأن هناك 11 مصابا. النهاردة في تواصلي مع السفير قال لي أنه دلوقتي حاليا يوجد 2 فقط في المستشفى، بالتأكيد أنه الاهتمام بالتواصل معهم ومعرفة إذا كانوا محتاجين حاجة والوقوف معهم. حضرتك عارف أن أنا زرت نيوزيلندا قبل كده والتقيت معاهم في جامع، ولكن الجامع ده كان في ما كانش في هذه المدينة ولكن في مدينة أخرى. قد كده المصريين مندمجين في المجتمع النيوزيلندي زي ما حضرتك ذكرت. كان من الغريب على المجتمع النيوزيلندي ان هم يشوفوا حاجة زي كده، انما بالتأكيد انذار كبير جدا لضرورة تكاتف الحقيقة دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة. الضحايا كلهم عندهم الجنسية النيوزيلندية إلى جانب المصرية، مش كده معالي الوزير؟ مظبوط، في 3 منهم أسرهم قرروا إن هم يتم دفنهم في نيوزيلندا، وواحد فقط اللي هو أشرف المرسي زوجته قررت إن هو ينزل يدفن فقط، وهي معاه إن شاء الله. شيء جميل إن احنا يعني حكومتنا يعني تهتم حتى بمن له يعني جنسية أخرى، لكن أنا سمعت أن الحكومة النيوزيلندية قررت أنها تتكفل بإرسال جثامين الضحايا كل إلى بلده على نفقتها الخاصة، الكلام ده مظبوط يا معالي الوزيرة؟ مظبوط، احنا زي ما حضرتك عارف احنا كوزارة للهجرة كنا عاملين اتفاقية او بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، وكنا اعلنا انه الهجره ومصر الخير مستعدين لطبعا تحمل النفقات، ولكن باعلان الحكومه النيوزيلنديه طبعا استعدادها للتكفل ابتديت اتواصل مع الزوجه والابناء اذا كانوا عايزين ان هم ينزلوا مع الجثامين، والحكومه النيوزيلنديه مش هتتحمل ذلك. انما عرفت بعد كده ان الحكومه النيوزيلنديه مشكوره هتتولى برضه سفر الزوجه والاولاد. انا في تواصل مع الزوجه لان هي طبعا بتفكر ان هي تنقل تماما حياتها في مصر، فهتحتاج يمكن حاجات اخرى تساعدها في نقل طبعا اسرتها الى تنقل حياتها القاهره. في مصر، يعني ترجع مصر يا معالي الوزيره؟ مظبوط مظبوط، في يعني هي طبعا لوحدها في نيوزيلندا وبعد فقدان زوجها بالتأكيد في منهم اللي بيفكر يرجع، إنما بالنسبة لأشرف المرسي الله يرحمه الزوجة يعني بتفكر جديا، فعشان كده هتحتاج يمكن زيادة في الشنط ويعني في حاجات لوجستية. نعم. فبحث من إن أنا أساعدها إن شاء الله لما أشوف. هل في موعد يعني محدد أو موعد مفترض لعودة الجسامين من نيوزيلندا؟ الحقيقة لسه لم يقرر بعد، إنما أنا بقول ما بين 2 يومين على الأكثر 3. طبعاً سيتم الصلاة عليهم، واللي هيدفنوا في نيوزيلندا هيدفنوا، وساعتها هنعرف إن شاء الله جثمان البحر. تمام، أنا بشكرك شكراً جزيلاً الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.